ومن موجز الأخبار إلى جولتنا على أبرز ما جاء في الصحف اليوم، وأبدأ هذه الجولة من صحيفة الأخبار التي كتبت: الادعاء في انفجار المرفأ تهديد بتطيير التحقيقات والحكومة. لم يعد مهما إن كانت جهة سياسية تقف خلف ادعاء المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان على رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر، كما يزعم خصوم النائب جبران باسيل، أم أن قرار صوان أتى بمعزل عن المناكفات السياسية؟ فالنقطة الأساسية تتمحور حاليا حول النتيجة التي أدى إليها الادعاء، وهي تكتل كل خصوم التيار الوطني الحر ضده. من زار السرايا الحكومية وأصدر البيانات واتصل متضامنا مع دياب لم يهدف سوى إلى تمتين الجبهة في وجه فريق العهد المتهم بأنه يستغل القضاء لتصفية الحسابات، في الوقت الذي قرر فيه التيار الوطني الحر الدخول من بوابة مكافحة الفساد عبر تحريك ملفات قضائية كاستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامي والادعاء في ملف المهجرين والإثراء غير المشروع لعدد من الضباط أبرزهم قائد الجيش السابق جان أهوجي. لن يعتبر ثلاثي نبيه بري سعد الحريري وليد جنبلاط نفسه معنيا في تقديم أي تنازل يراه يصب في مصلحة الرئيس ميشيل عون وباسيل في مسألة تشكيل الحكومة، وبناء على ذلك جرى التمترس خلف قرار صوان للمزيد من التعقيد في مفاوضات تأليف الحكومة، ما يدفع القوى السياسية الرئيسية في البلد إلى التأكيد لا حكومة. يحسم هؤلاء بأن سير التحقيقات في قضية المرفأ سيزيد الضغائن والفرز بين القوى، وما الدعم الذي أحيط به دياب سوى أحد مؤشرات مرحلة التوتر. من صحيفة الأخبار إلى صحيفة الجمهورية، وفيها اليوم: تراجع التأليف وعاد الانتظار. تراجع ملف تشكيل الحكومة العتيدة إلى الدرجة الثانية ليتقدم ادعاء القاضي فادي صوان على كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء سابقين، وعاد الصمت المطبق ليسود في القصر الجمهوري وبيت الوسط. وكشفت مصادر مطلعة للجمهورية أن المعادلة ما زالت قائمة على قاعدة أن بعبدة تنتظر رد الحريري على اقتراح رئيس الجمهورية إعادة النظر في التوزيع المقترح على الحقائب الوزارية على الطوائف والمذاهب، فيما الحريري ينتظر في المقابل رد عون على تشكيلته. وانطلاقا من هذه المعادلة السلبية، أضافت المصادر أن كل من عون والحريري يعرفان مواقفهما المتناقضة من عملية التأليف بعدما تعززت الشقوق التي تؤكد الانقسام بينهما، ولذلك فإن ما يجري لا يعد كونه تجميدا للبحث في ملف التأليف إلى أجل غير مسمى، في وقت يغيب أي دور الوسطاء المحليين والأجانب على حد سواء. وفي الإطار عينه، قالت مصادر بيت الوسط الجمهورية أن الرئيس المكلف أدى المهمة الموكلة إليه فقدم تشكيلة وزارية كاملة بتوزيع منطقي للحقائب ترجم للتفاهمات السابقة، واقترح أسماء حياديين لا غبار على تاريخهم وسيرهم الذاتية. ولذلك المطلوب أن يحدد رئيس الجمهورية موقفه، فيلتقي الحريري ليقترح الأسماء البديلة من تلك المطروحة شرط أن تكون بالمواصفات المطلوبة، إن كان لا يزال يؤيد المبادرة الفرنسية، وإلا فإن العكس يؤدي إلى تعقيد مهمة التأليف وتأجيلها إلى أجل غير مسمى. أيضا في الإطار نفسه، وفي صحيفة اللواء: مصادر رفيعة المستوى في الثنائي الشيعي تجنبت اتهام الرئيس ميشيل عون وجبران باسيل بالوقوف خلف قرار القاضي فادي صوان بانتظار اتضاح حقيقة ما حصل، إلا أنها جزمت بأن وضع الحكومة أصبح تحت الصفر ولم يعد واضحا إذا كان بالإمكان تشكيلها في المدى المنظور دون حصول معجزة. فبعد مشكلة الرئيس عون مع الحريري على حد تعبيرها، جاءت مشكلته مع دياب وبري لتزيد الأمور تعقيدا ولتشكل سابقة في العمل السياسي اللبناني. وفي السياق الحكومي، وحسب المعلومات، وزع الحريري الحقائب على القوى السياسية كالتالي: الطاقة للتيار الحر والدفاع والثقافة الإعلام والبيئة والتربية من حصة رئيس الجمهورية، حقيبة الصناعة للتشناق، حقيبة الداخلية للمستقبل على أن يتولاها أرثوذكسي، حقيبة الاتصالات للمردة على الأرجح لكن لم تحسم بعد، أما حقيبة الاقتصاد فمن حصة المسيحيين أيضا ولم يعرف لأي جهة، حقيبتا العمل والأشغال لحزب الله، المالية والسياحة والتنمية الإدارية لحركة أمل، الخارجية والزراعة للحزب الاشتراكي، أما حقائب العدل والشؤون الاجتماعية والصحة فمن حصة رئيس الحكومة.
وأختم هذه الجولة على الصحف مع صحيفة نداء الوطن ومقال كتبه بشارة شربل، وسينضم إلينا في هذه الفقرة للحديث عن مقاله: وسع الادعاءات ولتسقط الحصنات والحمايات الطائفية. وجاء في هذا المقال: لا نعلم هل تصرف القاضي فادي صوان بوحي من كيد عوني سياسي، أم أنه استند إلى الملف وتطور التحقيقات، أو أنه كبر الحجر تمهيدا للتنحي، لكنه بالتأكيد افتقد إلى بديهيات، فلم يدرك أن اتهام رئيس حكومة في عهد رئيس مستفز أصلا للمكون السني لا يعمق أزمة التنازع على تشكيل الحكومة فحسب، بل قد ينسف التحقيق في جريمة تدمير بيروت ومعه أي تحقيق بالفساد، مثلما قد يفتح الباب على انهيارات تنعش مشاريع المكونات وأطماعها ومخاوفها. كان أفضل بالتأكيد لو شمل القاضي صوان رئيس الجمهورية بالإدعاء وترك استكمال المهمة لآليات محاكمة الرؤساء، غير أن الاستنفار الشامل لتقويض أي جهد قضائي ضد الفساد سبق عمل المحقق العدلي، ويتجاوز مطالب المساواة والتوازي في فتح الملفات إلى الرغبة في عدم فتح مغاور وزارات السرقة. نريد المرتكبين وراء القضبان، رؤساء وقادة أمن وقضاة وموظفين، هذه المرة كل يعني كل. وكاتب المقال رئيس تحرير صحيفة نداء الوطن بشارة شربل، صباح الخير. صباح النور، أهلا. يعني في سلسلة من الأسئلة يلي حضرتك طرحتها في هذا المقال ببدايته، بتقول هل تصرف القاضي صوان هو بوحي من كيد عوني سياسي، أم استند إلى ملف وتطور التحقيقات، أو كبر الحجر تمهيدا للتنحي؟ برأيك أي احتمال هو الأقرب إلى الحقيقة؟ شوف، أنا وضعت الاحتمالات العديدة، لكن ما زلت عند قناعة أنه القاضي صوان يقوم بواجبه في التحقيق بجريمة مرفأ بيروت. ربما تعتبر الخطوات اللي أخذها، أنا ما بدي أسميها دعسة ناقصة، بدي أسميها خطوة ناقصة، يجب أن تستكمل بالدعاءات على جميع المسؤولين لكي يشعر من شعروا بالغبن أمس وأنهم الضحية المستضعفة أنهم متساوون مع الآخرين. بمعنى آخر، كان يفترض بالقاضي صوان مثلما ادعى على رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب لأنه عالم بموضوع النيترات الأمونيوم، أن يدعي أيضا على رئيس الجمهورية لأنه عالم بنفس الطريقة. طبعا المسؤوليات مختلفة، لكن التوازي في الموضوع ربما كان أسلج صدر السنة المنتفضين ضد القاضي صوان. استاذ بشارة، يعني هل برأيك يعني الخطوط الحمر التي وضعت البارحة سواء من رؤساء الحكومات السابقين، توجه الرئيس الحريري إلى السرايا الحكومية، أيضا دار الإفتاء واتصال المفتي دريان بالرئيس حسان دياب، هل برأيك سيقوض من هذه المسألة؟ هل سيضع حد لهذه المسألة؟ هل خلص اعتبر خط أحمر؟ هو مشكلتنا بالخطوط الحمر التي تضعها المنظومة السياسية وتضاف إليها المرجعيات الدينية، واللي نحن ما عندنا حل إلا إذا نتجاوز هذه الخطوط الحمر مين ما كان وضعها، سواء كانت حزبية أو نيابية أو وزارية أو رئاسية أو دينية إسلامية مسيحية إلى آخره، لأنه القضاء لازم يشتغل شغله بمعزل عن هذه الضغوط. بعتقد اللي انعمل امبارح هو عملية سياسية تقع بإطار التنازع على الحكومة، وزيارة الرئيس سعد الحريري هي خطأ جسيم لأنه يقوض يعني أي أمل لنا بقيام دولة فيها قضاء وفيها قانون هو عم يطالب فيها وعم يكرر مطالبته فيها، ونحن وكل الناس عم يطالب فيها خصوصا بعد جريمة 4 آب. يعني غير مقبول تقويض التحقيق القضائي بجريمة 4 آب، وبالوقت ذاته أنه الناس عم تشوف أنه وصل التحقيق الدولي إلى نتيجة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. يعني لازم ينظر سعد الحريري لهالموضوع بطريقة منطقية وفيها معايير عالية. ما بيجوز كرمال السياسي وكرمال النكايات مع رئيس الجمهورية انه يعوم حسان دياب بعد ما كان كل الاعلام تبعه
عم يوصفوا شيء باش كاتب، شيء بسميه دمية، شيء بسميه أنه عنده ولي أمر اسمه حزب الله. هذا السلوك اللي انعمل امبارح أعتقد أنه وجه طعنة كبيرة للتحقيق، ووجه طعنة كبيرة لمفهوم الدولة وللقضاء. نعم، وحضرتك على كل حال ذكرت هذا الأمر بمقالك لما قلت بأنه الرئيس المكلف سدد ضربة لغريمه في بعبدة ضربة فنية بزيارة تضامنية للسرايا لشد العصب المذهبي، ولكن حذرت بأنه في الجانب الأخلاقي يلي هي حول عدم تضييع حق ضحايا جريمة مرفأ بيروت. ولكن بالشق الآخر يلي كمان مذكور، هل ترى بأنه ما حصل في هذا الموضوع وضع بالفعل الحكومة أو أعاد إلى مربع الصفر تشكيل الحكومة؟ بالتأكيد أنه انعكس سلبا على تشكيل الحكومة. أصلا الحكومة كانت معقدة، مشكلة كانت بالحكومة هي ذهنية المحاصصة السائدة، رغبة الرئيس الحريري بأنه يفرض طريقته بتشكيل الحكومة بعد ما تفاهم مع الثنائي الشيعي، ورغبة الرئيس عون بفرض رأي جبران باسيل والحصول على ثلث معطل اللي هو عمليا ثلث وهمي باعتباره انه هو حليف للثنائي الشيعي ولحزب الله وقت اللي بدهم بسقطوا الحكومة. طبعا انعكس هذا السلوك كله، انعكس على موضوع تشكيل الحكومة، وبعتقد انه صعبها اكثر بكثير. وهذا بدلنا، وانا اكثر من هيك بقول انه اصعب شيء بالموضوع هو كيف ينعكس على ملفات الفساد، ينعكس سلبا على فتح ملفات الفساد، ينعكس سلبا على فتح موضوع الارتكابات بالمصرف المركزي، ينعكس سلبا على محاسبة رياض سلامي بعد كل الذي ارتكبوا، الخطوة اللي حصلت بضرب مصداقية القاضي صوان لها ارتدادات أكيدة. استاذ بشارة، يعني اليوم فتح ملفات الفساد كتار عم بيلاقوا فيه كيدية وليس مكافحة الفساد، هل توافق على هذا الأمر؟ خصوصا يعني بأنه اليوم كل الصحف يلي كنت عم بقراهم تباعا، الأخبار، الجمهورية، لواء، وحتى نداء الوطن، كلهم ببلشوا بتساؤل ما إذا كان يعني هناك كيدية بالقرار يلي اتخذ بالادعاء على الرئيس حسان دياب والوزراء الثلاثة، إذا كان في كيدية من قبل العهد. أيضا كمان بملفات تانية، منها ملف مصرف لبنان، البعض بيعتبره بأنه الهدف منه هو الحاكم رياض سلامة، وأيضا ملفات أخرى. هل برأيك بأنه وراء فتح هذه الملفات فعلا النية بمكافحة الفساد أم لا، هناك تصفية حسابات سياسية وهناك كيدية؟ سبق وكتبت أنا أنه خليها تفتح الملفات ولو كانت كيدية، لانه عندنا وقائع ثابته انه هيدي المنظومه ارتكبت بحق لبنان ما ارتكبته، عندنا الوقائع ثابته انه ما في ودائع للمواطنين، عندنا وقائع ثابته انه في هدر بالكهرباء 40 مليار، عندنا وقائع ثابته انه وزاره المهجرين فيها كان هدر، عندنا وقائع ثابته بمجلس الجنوب، عندنا وقائع ثابته بوزاره الماليه، عندنا وقائع ثابته بالالتزامات، بالمناقصات، بكل شيء، زائد الجرائم التي ارتكبت وجريمة 4 آب. فإذا سواء كانت كيدية أم غير كيدية، التستر بالكيدية لمنع فتح الملفات هو أكبر مشكلة. لازم حتى ولو كان في شيء كيدي، لازم ننسى الموضوع الكيدي ونقول فلتفتح الملفات. يعني إذا رئيس الجمهورية فتح ملف رياض سلامي، لازم نوافق على فتح ملف رياض سلامي، بالمقابل لازم نوافق على رغبة الآخرين والمضادين بفتح ملف الكهرباء، لأنه مش معناتها إذا هن ضد بعضهم معناتها مش اثنينهم ارتكبوا، مش اثنينهم اتهدروا، مش اثنينهم تسببوا بهاي الجريمة الكبرى المرتكبة بحق الشعب اللبناني. فتح الملفات الكيدية خليها تكون كيدية، ويجب عدم التستر وعدم التمترس وراء فكرة الكيدية حتى لا تفتح الملفات. الشعب اللبناني بده يوصل بالآخر لمحل ما، لدولة قانون، لقضاء، لمحاسبة، وإلا لحنضلنا كل هيدي ما يسمونه مكونات لحنضلها متمترسة خلف موضوع أنه الطائفية والمذهبية وشد العصب، والمواطن العادي وأكثرية اللبنانيين تتدهور حالتهم وبيصيروا يحلموا بالمنقوشة. يعني بس سؤال، إذا أمكن بنعم أو لا، يعني حضرتك عم تقول لو من باب الكيدية فلتفتح هذه الملفات، ولكن برأيك هذه الأحزاب، هذه الزعماء، هل سيسمحون بفتح هذه الملفات وبالتالي إدانة أنفسهم؟
يعني كل طرف رح يسمح للآخر بأنه يدينه؟ لا، المنطق هيك بيقول. لن يسمح، لن يحصل، لن يسمحوا، لكن واجبنا نحن لن يسمحوا. هن عم يمارسوا كل القوة اللي عندهم وكل قوة النظام وكل قوة المؤسسات وكل قوة المفاصل، المفاتيح اللي حطوها بالمؤسسات، سواء بالمراكز القضائية ولا بالمراكز الأمنية ولا بالمراكز الرئاسية ولا مجلس النواب. خذ مثلا الكابيتال كنترول اللي ما عملوه، خذ مثلا بأي جريمة ما وصلت لنهايتها. لكن هل نحن بدنا نستسلم لهذه التركيبة القائمة؟ هيدي مافيا، هيدي مش طبقة سياسية، هيدي مافيا قادرة انها تعمل كل شيء. يا اما بدنا نقول فلنستسلم لحكم المافيا والميليشيات، او انه بدنا نقول لا، لازم نبلش من محله. نحن لازم نبلش، صحيح لازم نبلش، عندنا امل انه نبدا من القضاء. فاذا هلا ليش بده يدمروا القضاء؟ مجلس القضاء وقف مع القاضي صوان، نقابة المحامين وقفت مع القاضي صوان، والحق هو حليف القاضي صوان، وأكثرية اللبنانيين حليف القاضي صوان، شرط أن يشمل كل المرتكبين والمهملين ومن عندهم مسؤولية بموضوع جريمة 4 آب. هذا هو السؤال الأخير يلي بدي أسألك إياه ويلي حضرتك ذكره بمقالك. هل ممكن يصير يلي حضرتك كاتبه بأنه لو شمل القاضي فادي صوان الرئيس ميشيل عون بالإدعاء وترك استكمال المهمة لآليات محاكمة الرؤساء، هل ممكن بأنه نشوف هيك إدعاء؟ يعني نأمل أنه ما توقف ولا أي حصانة ولا أي منصب ولا أي خط أحمر. مش ما لازم ابدا التعدي على حقوق الاخرين او الاستنسابيه او تركيب الملف. اذا عنده وقائع القاضي صوان لازم يتشجع وليقدم، وبيعرف انه الشعب اللبناني وراه، بنعرف خطوره المهمه وبندعي لعدم التنحي. مثل ما قلت انا، ما لازم يكون كبر الحجر ليتنحى، ما لازم يوصل، ندعي انه يتابع، انه يتوسع بالتحقيقات، وانه يدعي على كل من له علاقه. والا نحن سنفقد الامل ببقاء هذه الدوله، وستنهار وستذهب الى مزيد من الانهيارات. رئيس تحرير صحيفه نداء الوطن بشاره شربل، شكرا لك ولانضمامك لنا في هذه الجوله على الصحف. فاصل اعلاني ونعود بعده لمتابعه برنامج الحدث مع الزميله سمر ابو خليل.